بعض الخلق الله عز وجل يفتن بهم ويجعلهم فتنة. وقد قال جل وعلا في خبر عيسى مع أمه قالت أن يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فاليهود زعمت أنها قتلته والنصارى ألهته، وهدانا الله عز وجل للقول الحق أن اليهود لم تقتله وليس بإله أبدا كما زعمت النصارى، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، جملة أمره جملة شأنه قصار ما يقال فيه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد من عباد الله أنعم الله عز وجل عليه. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الحياة حوله لا تخلو من شبه، لا تخلو من شبه. وجل من يرفع راية الإلحاد في العالم إنما يأتي من باب الشبه. هذه الشبه تدفع باليقينيات، تدفع بالأمور المحكمات. فالنصارى زعمت في شبهها أن كل أحد منا له أب، فلما عيسى ليس له أب؟ فجعلوا ذلك حجة لقولهم أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجاءوا إلى المدينة وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المشرق، فتركهم عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك أهدأ لخواطرهم وأقرب إلى أن يسمعوا منه. فلما فرغوا أخذ يحاجهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأقام الله عز وجل عليهم الحجة في سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي غيرها من السور التي ذكر فيها هذا النبي عليه السلام. هذا ما